احنا كنا وصلنا المره اللي فاتت ان احنا وصلنا ملف الاكسل شيت بالشكل دوت. كان عندنا عملنا كام اكتيفيتي وحطينا البي او كيو ديسكريبشن بتاع كل اكتيفيتي، منين خدنا الكلام ده من البي او كيو من لغايه ديفيجن 2 و3. دلوقتي هنخش على ديفيجن 4 اللي هو الماسونري. وقبل ما نخش ناخد الاكتيفيتيز ديت، عايزين نحط برضو البرسنتج بتاعتها في كل دور زي ما اتفقنا. فهاجي من هنا من البيرسنت شيت، ابتدي اخد بنود البي او كيو. يعني ممكن اجي بسرعه كده واقوم جاي عامل فلتر، واقوم جاي معلم اللي فاضي بس البلانك واعلمه وادلته، علشان بعد كده لما اجي اعمل كوبي وبيست ما يعمليش مشكله. فانا بتك على اول واحده، اول خانه اللي هي 4 دي، بس انا شويه لغايه لما توصل عند الناس، وبنزل تحت خالص، وبعد كده بتك شيفت وبعلم 47، وبعد كده بعمل كليك يمين، وبعد كده بعمل ديليت رو. كده هو دلت لي كل الرودز اللي هي فاضيه، فاصبح عندي هنا كله في كلامي. فانا هاخد الماسونري ده كله على بعضه كده بالكميه باليونت، كوبي، وافتح الاكتيفيتي شيت بتاعي واعمل له بيست. وزي ما اتفقنا، لو انا عايز اكبر العمود ده بحيث يحتوي الكلام اللي جواه، باجي عليه وباجي على اليمين وبعمل دبل كليك. ممكن وقتها اجي اقول له اعمله لي لفت. طيب انا هاخد نفس نسبه ال انا اشيل دوت الحاجات اللي ملهاش كميات، اعملها ديليت. ده الفرق بس ان ده سوليد وده هولو. ممكن نرجع تاني لده كده نخلي الفرق ما بينهم ان ده سوليد وده هولو. هنشوف طبعا لو احنا عندنا بنحاسب الكميات وطلع لنا كميات، فنقدر نحط النسب هنا. لو مفيش كميات على حسب النسب، فبناخد ممكن على حسب الاريات من الاوتوكاد. مفيش لا ده ولا ده، بناخد نسب كده ايه يعني عشوائيه، او مش عشوائيه، نسب افتراضيه. هاخد منها زي نسبه الاعمده اللي فوق 10 20 20 20 20 10. لازم نتاكد ان دول يساوي 100%. فبنعمل معادله كده، لا دول مش بيساوي 100%، دي 20 20 20 20 10 10. وازاي بقى دول بيساوي 100%؟ دي عشان مش في المية صح؟ دي عملناها في المية كده وحطينا 10، يبقى 100%. تمام. وده هيساوي النسبة في الكمية. وناخد دول كده كلهم كوبي وبيست. احنا كده قسمنا الوولز بنفس النسب بتاعت نفس النسب بتاعت الكولومز. هاجي على الاكسل شيت بتاعي، عندي في الروف فينيشز، الماسونري وورك، واحد اثنين ثلاثة اثنين كوبي انسيرت كوبي سيلز، همسح ده بقى وهمسح كل الكلام دوت.
وهاجي من على الاكسل شيت ده، انا اسف حطيت في السول ستراكشر، فهشيل في السول ستراكشر ده. احط في الجراوند اخليه 25 والفيرست 25. طب انا عندي ادي البنود دي اللي هي بنود البي او كيو، انا اخدها كده بس، اخدها باليونت ريت بتاعها كوبي. عندي كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انا عايز افضلهم 10 10 صفوف هنا. عندي 3، اخد كوبي انسيرت كوبي سيلز، بقوم 6، عايز كمان 4 كوبي انسيرت كوبي سيلز، هاجي اخدهم من البي او كيو كوبي واحطهم هنا كفاليو. طيب احنا عندنا جراوند فلور بياخد كام في المية؟ جراوند فلور بياخد 25%، 25%، فهقوم حاطط 25% لكل واحد. واخد دول كوبي واكررهم بقى في الفيرست فلور انسيرت كوبي سيلز. الفيرست فلور برضه 25% احنا عاملينه، فانا هاخد ده كده كمان كوبي، واجي على السكند فلور وهخلي ال 25 دي 20، لان هي انا هحطها عندي 20. عشرين 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 عشرين، وهمشي بقى بقية النسبة دي 20 في الثيرد فلور. وبعدين كان عندي الروف فلور كنت حاطه كام في المية؟ 10%. طيب عايزين نعمل بقى معادلة عشان الأعمال الماسونري تبقى نجمع يعني الأعمال الماسونري، فهنقول لها سميشن وتاخد اللي تحت كله ونديها كده نفس الفورمات بتاعت السبمشنات اللي فوق. ناخد بقى المعادلة دي كوبي ونحطها في كل ماسونري، بيست بيست بيست، والروف كمان بيست. متنساش نعمل سيف. طيب احنا كده خلصنا الماسونري، عندنا في كلادينج وكلادينج ده هيبقى في الاكسترنال، فبرضه هنعلمه ولا هنجيب اللون كده ونسيبه. طيب ايه رايكم نعمل بقى ملف البريمافيرا، يعني عشان ما يبقاش فيه ملل شويه من الاكسل، نخلي ملف البريمافيرا اللي عندنا يساوي ملف الاكسل ده، وكل ما نحدث حاجه في الاكسل نرجع نحدثها في البريمافيرا عشان نبقى ماشيين بالتتابع يعني. فزي ما اتفقنا انا هدي عايز ادي لكل اكتيفيتي من دول رقم، فباجي من هنا بعمل فلتر وعايز ادي كل واحده من دول رقم. انا عايز ادي ده 80 90 100
110 120 بحيث بعد كده ابقى اقدر اوصل لكل اكتيفيتي ابقى عارفه بالاي دي بتاعه وعارفه باسمه وعارفه كل حاجه. هندي لكل واحد رقم افتراضي كده خلصنا تمام كده عطينا كل بند من البنود دي عطيناه رقم و بقى عندنا اكتيفيتي اي دي وعندنا اكتيفيتي نيم وبعض الاكتيفيتيز عندنا ليها اماونت بس احنا هنخش في الاماونت دلوقتي. طيب فانا هاجي دلوقتي اقوم جاي فاتح البروموفير عندي انا هفترض هشيل كل الاكتيفيتي عشان نعملها من تاني للميسي ده مشروع جديد خالص ما فيهوش اي حاجه اول ما تفتح البروموفير بيجي لك الصفحه دي فبتقول له نيو او اد اسف اد عشان يحط لك نيو اكتيفيتي وده هنسميه 10 اللي هو هيكون اول واحد وهنا اسمه ايه رقم 10 هنشوف اسمه اللي هو اكسكافيشن ناخد اسمه من هنا كوبي ونحطه في البريموفيرا ده اكسكافيشن ونقول له فينش. طيب بعد ما عملت كده تيجي اهم خطوه ان انا بعمل فايل وبعمل اكسبورت بختار سبريد شيت وبقول له نيكست بختار الاكتيفيتيز بس اكتيفيتيز اختارها بقول له نيكست بختار اكسبورت البروجكت بتاعي الاي دي اللي هو اسمه تيست وهتلاقي بعد كده ملف الاكسل اسمه تيست على حسب البروجكت اي دي بيكون ملف الاكسل اللي بيخرج بعد كده اعمل له نيكست بعد كده ديت اللي اوت اللي المفروض هتطلع لي هنا الاكتيفيتي اي دي وانا عايز الاكتيفيتي اي دي والاكتيفيتي نيم بس دول اللي موجودين خلاص تمام باجي اعمل له نيكست وهنا بيقول لي هيحطه لي في المكان ده على تيست اكتيفيتيز هسميه تيست واكتيفيتيز وانا بقول له نيكست وبقول له فينيش بقول له هنا بيقول لي الاكسبورت وصل سكسسفول وده المسار بتاعي